ra'iisul wasaare ku xigeenkii hore ee Soomaaliya ugaas Cabdi Wahaab ugaas Xuseen ayaa safar ku soo gaaray magaalada Garissa waxaana ku soo dhaweeyay xubno ka mid ah ugaasiyada duubabka dhaqanka masuuliyiinta golaha hoose ee deegaanka haweenka iyo dhalinyarada ismaamulka Garissa oo maanta madal weeyo maal qabka tartamay oo maanta madal weeyo maal qabka tartamay markab sagaal midab laba saakee mid malkada markab sagaal midab laba saakee mid malkada madaxda hoolaanka maalintooda taaj madaxda hoolaanka maalintooda taaj waxaa sharaf aad u weyn ah شرف آد وين هدانا هاي باشي عولهن وحا شرف آد وين نوع مانتا إن عن ماشيان كسو دوينو أو سديران عن أو سو دوينو وغاسكا شرف تلاه نوغ إمادي ماش ودن كي حقا نوغ إمادي آد بو مهد سيا يساقنة وحان لاي نهاي هدان باشي نهاي عولهن نهاي وان كسو دوينو سو دوينو ولا لو سو دوينو كسو دوينو باشي تلقا ويكو جعبهين عاد الله هي انا تسو سقطه او ايمان هيسا لوغا بيس جامن دداب اولياش اولهان بقوركي سغالكي سغالا جبديه شرفت بنايا اولهان الدوله ما انت غارس كنت تسو ديسن واخ كان مقن ما انت ملحان ملين كان او برايم مينستر سو نقد او دوله كسو تليان لا فديان تا وحي كتوسين عولان دوله غامين كر او ما انت من مدعوين كوغين او ميشا نو فديان تا سما تسكلم ميد لواد واوغاس وغاس عبد الوهاب وغاس حسين وغاس خليف ما انت عاد بعض الناس يبغى انت معايا القبل كسد حاد باب جوك تا سد حاد قبل يقولي هاد الدقاية هاي قبل كسد حاد كي يقدم بي او ماشي او امهم سنع معنو لي هاي وماشي سقال كدب اي امد يهين حقا كل كلا تيوال كالوين انا اللي عندير انا اللي عقابي ريهم الباي شاقن ماجن اني شاقن هاي مالو أوليهن أوليهن سقال قريبا قابلنا نول بنا حر نمدي سيولي هاي وحاكلو عن كفي عنا هاي ديغان كي لديه جري جبالان إيه قبل كي أغادين ما انت ماشي ناي سلطان كو يدليه كل بو مركب ماشي كلي اللي قلت المامي كرو إنو أوليهن دقاني هاي وماشي ناي هاي aad baad u mahadsantahay xaqi dawladda waxaad ka soo qaadatay waa la sheegay halkan waa meesha caawlihan uu caawlihan ka yahay siyaasadana ay mid ka tahay aan la tartanno ogaadeen doorkanaga midka ugu haboon aan ka qaadan Deputy Prime Minister Ugaas Cabdi Wahaab maanta waxaa ku sharaf ah annagana noo sharaf ah نين عوليهن او مقام براي مينستر سياسات كجاري ينو نصوب بوغدو حرمة يا حشمد يا وناد يا كالسوني باي نوت هاي هدان هاي عوليهن كديغان ك مجالة الجارس هادي آد بان كسو دوينينا اس كسو دو ماها وان كسو دوينينا سيدو او عشيرا نمالي يا كوسو دوينين انا كفر عسن ان انا سو بوغتو نوتي مادو ايا كوسو دوينينا سو دوينتا امريكان كغدبو سوماليا ماركي لغا سو تاغو الله ون خريت ادن عبد الله نور هو غاشان ديغا جوغي سيدي تماتكي رئيس الوزراء كو خيغين اي وزير هدرن كرا كو خيغا ما جيرن ان كاله انا ليل بان سناي موغي لكن ان صحه غلاي او سياسه ده غلاي ادن عبد الله نور كدنبه او وزير نوقدو رئيس الوزراء كو خيغين نوقدي اوغاس كا جيرا waxaan leeyahay marka dadka jasadkooda inuu kala maqnaado waa macquul laakiin qalbigooda inuu kala maqnaado lama rabo waxaa la rabaa haddii Itoobiya la joogo haddii Makool la joogo haddii gobollada Jubbooyinka la joogo iyo haddii inta la joogaba in la isku xirnaado iyo dibadda meel kasta la joogaba in la isku xirnaado waxay Soomaalida tiraahdaa dowlad yar tabar yar dowlad la'aan bay dhaanta hadba wixii joogana in lala shaqeeyo hadba wixii jooga ee dowlad ee إلا لا شقيه. Yes, His Excellency Abdi Wahab سودو أنكو لناي. يا عم فرنك سودو. دتك ما دل كادي. سيلو صوب حيمان تو أركتا ما شاء الله. هول كده نلو عمري. وأنا قدرني سانو قدر سمان تانو ما تور ده ذي. دل كي يوم كسر لا ون نوكم حسن تاي. ما أنت فرحت بينو تاي. آديات برمارت وهم هذول نايا.
عدا عوليهن سيدا الشرفت له قيمها له هذو سودويسين ولالكين وقاس عبد الوهاب وقاس حسين وقاس خليف أدي أدبوا ما سنتي إيش كوس عبايا نينك ماذا حذاء وحو آدو جعلي أنه تلكي سوو ماذا لا تشهدو لا سودويو مركا ما أنت وحو إذن كهلي سودوين آدي آدو قيمة بذن مركا كل جيم بفرحان نوتا هاي مركا وحالي أغاس سودو أغاس يدا دمان توت سقالياشا وضياشا شرفت له علماء دمان تين السلام عليكم أدبوا ما سنتين محايا هذي وحل سومر كريم وحل لي كره لده وحن وحيره بالرجنة نيم والبحر وملان مشي جوا هاد وحن الله فدي إنه قاس كله سود ويو وقاس كنا سود ويو نهارته وقاس كح بدن بنيرو بوقف عنا وحد أنا نيو مشي كتي مدي مشي ملوس كده وما بجت كحمر ردن أي قاتي دولة النظيف بجت كقاطع سلك ما قايدها جارس كي الله نكال أرك ساك ألم المرق وكسوك على حجر نيو وحن أكلمه واركين بحمر بكم يا له مرق وح بدن ويودي مين مش واحد بدل إنه أركب بدلنا إنه أركارنا وقاسيدي دقيقة قيمها لنا إيز برتان أنت كذب. فما برايم مينستر عادو سودواو سودواو تون كاد واحد مش الجوع قرب بانكون هاي سداد كون ماتي أنا قوان كسوقيني الله كون نواد يوم مال الله مش هتكتب إن مسؤول وإن متلا تاي غير كنوا غير وين سوماليا إثيوبيا كينيا وجوعا مارك نسودواو إن شاء الله. وقاس سودواو هنما وقاس كساكا. وأنت جوجن ساكو دناني شخصياً وأحبذنا وأنا سويديني وقاس أنا هالشيء بقوله تردارني وأحفر مثلاً بيتو قيد يتكيو ريكالن وحاله شيء عدي نسدح ودن دقنت لكن وقاس وحرب أنا هرسيدو الدوله يراه من ماذا يسدح ذا ودن عدة أنا هرسيدان رب الدوله يراه وأنا أقولنا هاي حتى أن جوجنو قبل لا عدة دقنتها أو حدود إثيوبيا الصومالي كويا الله إنه كجر علاط ذاك اللوبه هنا إنه جرب استعانة أيه ذاك المشين جو وقاس وحنو ملا عدوا البقفة إذا صار سارة ساق واحد بضم بكشة كسن وحارنا دلها هي مستقبلك إن عدنا قطقف كيس صار لها عدة مدن لها سد أحد بضن أي دقنيه أنت مع كيف وقاس كيس ودوين تيسا مركم حنقولين هاي أدي أد أسودو أسودو جارس كسو دوو كينيا تولكادي كسو دوو سي شرفنا او كسو دوو وحي آن نغا دليشاني مركات حقا تكتوها نغا شيغن مركا ميدا كوات اوغاس عولان انتوا وقران هرت عيد الله عولان وانيشن عولان is a nation محايا لآن نغا انتاسو ودن بانكولون هاي ميل والبان جوغنا مركا نيشن كعولان ميل والبو اي جوغان اني شرفتا الالو امناش كجرد سوما مرك هرتة أننا محرمنا سفرت الدم مرك الحق كون نقط أوجس إن أننا نفتحنا برلمان كهوس أن نقصو دعوة مقدسة إن شاء الله أنا إيوه ولي بو ولي كان أنا إنت إنت كتير مقالة الرواية لنا عمر دافين إن أدمر حمر جيسان روا إن شاء الله سفرت تلك أنا نصو بران أوجس عبد الوهاب أوجس حسين أوجس خليف أوغاس مرسا أومانتا نوسو مرتيي ساد أكتهين أوغاس كا وانا أضي دقامت وانا دولة دانا شاقا وين بو حقا سوماليا ميل وين بو كاري سيد الله شاقاي ديبتي برايم منستا أيو مر أها وزيرنا markii ugu dambeeyay oo farmaajo oo madaxweynaha ahaa wasiir buu ka ahaa waxa soo dhawaynayna ugaas soo dhawaa baan ku leenahay waxaan rabaa inaan mahad u celiyo intii soo qaban qaadisay xafladan iyo intii ka soo qayb gashay uu hoggaaminayay ugaaska ugaas xamud وأنا كسر قب جلنا سجال ياها وذياشة علماء دينك هوانك تلين يرضى أدي أدب ما هتسنتين
ugaaska waxaan ku leeyahay horta soo dhawaaw imaashadaada anagaaba sharaf noo tahay waana ku soo dhaweyneynaa sharafta aadna sharaftana waxaan ku leeyahay allah ku sharfo ra'iisul wasaare ku-xigeenkii hore ee soomaaliya ayaa ka hadlay muhiimadda ay leedahay nabadda midnimada iyo walaalnimada wuxuuna kaga digay soomaalida degta gobolka waqooyi bari kenya inay ka fogaadaan khilaafka dhana maamulka dowladnimada wuxuu dhanka kale wax lagu faano ku tilmaamay xilalka waaweyn ee soomaalida ay ka hayaan dhanka ammaanka ee u siiyey madaxweynaha dalkani kenya master william ruto wuxuuna shacabka ku booriyey inay ka hortagaan fal kasta oo wax u dhimaya ammaanka loo wakiishay soomaalida arrimaha soomaaliyana de kulley siyaasad ka hadli mayno waxaa muhiim u dowlad kasta oo jirta in la shaqeeyo soomaaliya hadda dowlad baa ka jirta way iska tabarinar tahay waddanka waa la haystaa sidaa ay tahayna waxaa rabaa naftooda wixii aad ku taageeri kartaan inaad ku taageertaan tiinan hadda iniga aad haysataan ee gaarisa countyna inaad ilaashataan tan weyn ee hadda soomaaliya ee kenya joogtana aniga kulley de siyaasadda muddaan ku jiray weli ma arkayn dowladdan hadda jirta ee ruuto uu madaxweynaha ka yahay in soomaali sida uu hadda u siiyey xilalka welina ma soo marin maanta sukuuradkii waddanka wuxuu gacanta ugu jiraa soomaali wasiirkii gaashaandhiga taliyihii nabadsugudda booliiskii CIDdii yacni kenya inaga gacanta ku hayna taahe in la hayo u baahan tahay marka in lagu magacaabo wax weyn ma aha laakiin ma hayn kartaa weyn say ku hayn karaan markaa madaxda inagoo la shaqeeya oo taageera waa tijaabo haddaan ku fashilana amnigaa soomaali loo dhiibay ilaa kenya waa 47 count soo ma soomaali waa markii ugu horreysay taanafteeda waa tijaabo weyn haddaan lala shaqaynin oo nimankaa dhibka badanaa afka duuban ilaa waxaan isayna waa nimankaas shabaab weeye aan lagala shaqaynin xuduuddeennana innaga aanan xidhanin haddii waxa weeye waa fashil maynaa maanta in wax la macaarado oo dowladdiisan la burburiyo oo nin mas-uul ah noocuu noqdaba ha noqdee la macaarado annaga soomaaliya keliyanku waana qaata maxaa yeelay dadka soomaaliya joogay ee dowladdu ay ka jirtay ee shanta soomaaliyeed markii la dhihi jiray calanka soomaaliyeed xagga ka iman jiray maanta halkanay qaxooti ku yihiin halkanay marti ku yihiin taana waxaa keenay khilaafka jamhuuriyadda soomaaliya dhexgalay iyo in dowlad isan lala dagaalamo taa marka waxaan inagu waanin lahaa inaad midnimadaas ka shaqaysaan haddii waxaan ka hadlinana kenya ma ahe waa garissa county oo ay soomaali degan tahay oo kuumada degan yahay ogaadeen degan yahay cawliyahan degan yahay haddana madaxweynihiinaba wuxuu yahay cawliyahan